نتابع فرانشيسكو لودي هو على التنفيذ، لودي الآن يتقدم يلعب كرة يا خبر يضع فريق الان في المقدمة. النجم الايطالي صاحب 27 عام من ابدع وتألق مع نادي اودينيزي الان مع نادي كاتانيا يسجل دائما الاهداف ودائما ما يضع كاتانيا في المقدمة وخاصة في الضربات الحرة المباشرة. فرانشيسكو لودي لعب لكرة جميلة 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 وضعها في الشباك ليضع نادي كاتانيا في المقدمة. واحد لا شيء.